في إطار حلقات منفكيش. الموضوع ديال اليوم هو علاقة الدين بالدولة والسياسة. تفرض هذا العنوان الكبير إدراك هذه العلاقة وطبيعتها، شيء علاقة بالاتصال والانفصال. مفارقة في هذه العلاقة هي أن لكل بعد من يدافع عنه. فإذا قلنا بأن علاقة الدين بالسياسة هي اتصال، فنجد ذلك مبررا في بنية فكر الدين. الفكر الديني هو هرمي، ثمة إله هو حاكم، وعبيد لهم محكومين، ولا يخاطبهم الله مباشرة، ولكن يخاطبهم انطلاقا من رسله إلى آخره. إذا كاين بنية سياسية داخل الفكر الديني، وبالتالي تصير السياسة في هذا المستوى هي تدبير لخلق الله لتحقيق النجاة الأخروية، وبالتالي تصير الحياة هنا ثانوية إلى أهمية لها. بالنسبة للشق الثاني اللي كيدافع على علاقة الانفصال، الأمور بسيطة جدا، هي أن الدين خلاص روحي أخروي، وأن السياسة هي تدبير زمني الواقع الحي. كتحضرنا ثلاثة تجارب، هنا التجربة اليونانية الأولى، الصفقة ديال الأتينيين مع الآلهة في أتينا، قالوا للآلهة ابقى في سمائك، أما الأرض كتدبير سياسي هي اللي نحن بنو البشر. في الثقافة المسيحية كاين العبارة ديال القديس بولس، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. في التجربة الإسلامية اللي صعب جدا الحديث عنها، ولكن من حسنات 20 فبراير أنها خلات هذه المسألة أنها تخرج للنقاش، وهي اللي غادي على ضوءها نناقشوا أربعة المحاور مع السادة الأساتذة، الأستاذ حسن الصعيب مدير مجلة الأفق الديمقراطي، الأستاذ يوسف بلال باحث في الاجتماع السياسي، الأستاذ أحمد عصيب باحث في الأنشطة المزيغية، والأستاذ خير الداري أستاذ باحث في علوم التربية. قلت المحاور الأربعة هي الأولى، المحور الأول هو علاقة الدين بالسياسة في التجربة المغربية، ودور إمارة المؤمنين في تدبير هذه العلاقة. والمحور الثاني في نفس الإطار المحور الأول، كيفاش كتعامل الأحزاب الدينية التي صنعت لأسباب سياسية أساسا بعد الاستقلال، كيف تتعامل مع الدين. في المحور الثاني شنو هو الموقف ديال المعارضة الحقيقية في المغرب من هذا الموضوع ديال علاقة الدين بالسياسة. في المحور الثالث هو إلى أي حد يمكن أن نستفيد من التجارب العالمية، على اعتبار أننا ماشي ما كنعيشوش في كوكب معزول، ولكن كاين علاقات إلى آخره ثقافية، وأننا ناس ضمن عالم، نحيا في عالم، وناخذوا التجارب التي نجحت وفشلت. فكاين التجربة الإيرانية، التجربة ديال إنجلترا، الهند، إفريقيا الجنوبية، لبنان، بوليفيا إلى آخره. خصوصا في ما يتصل بنا نحن كثقافة تنتمي إلى شمال إفريقيا، اللي هي التجربة التونسية والمصرية. في المحور الرابع غادي نحاولوا نوضحوا ثلاثة ديال المفاهيم يتم تداولها بشكل كبير في الحقل السياسي اليوم، هي كيف سنبني دولة، واش هي دولة علمانية حداثية ولها مرجعية عقلانية، أو غادي نبنيو دولة دينية أو أيضا لأصحابها مبرراتهم وحججهم، أو سنبني واحد مفهوم آخر لدولة بدأ يروج ولكن ما واضحش، هو الدولة المدنية. ماذا يعني بالدولة المدنية؟ نرجو من السادة الأساتذة أنهم ينوروا النقاش في المحاور الأربعة، ونبدأ بأستاذ خالد بكار. شكرا على المدخل فيما يخص علاقة الاتصال والانفصال بين الدين والسياسة. بالفعل كنتفق على أن الأمور في التراث الإسلامي ما واضحش الأمور. ما وضعش الأمور انطلاقا من أن ما كاينش تمييز هناك واضح بين النبي محمد كإنسان، النبي محمد في مستوى قيادته للدولة، والنبي محمد كنبي في علاقته بإبلاغ الرسالة عن طريق الوحي. فهاد ثلاثة ديال الصور اللي كيتمظهر بها النبي، غادي نلقاو بلي ان علاقه انفصال كانت اقرب الى علاقه اتصال في واقع علاقه الدين بالسياسه. وهذا كيتي من خلال كيفاش دبر معارك، كيفاش نظم الدوله الجديده في المدينه في علاقة المسلمين باليهود. أنا كنقول أكثر من ذلك، ماشي غير انفصال كاين غير في علاقة ما هو ديني بما هو سياسي، بل في علاقة ما هو ديني بما هو مرتبط بالكسب البشري.
يعني ملي كنعرفوا مثلا كيفاش تعامل مع قضيه التبئير ديال النخل الى اخره. بالتالي خص الفصل بين تصرفات الرسول وافعاله باعتباره نبيا والتصرفات ديالو باعتباره بشر. في المغرب انا كنعتقد بان ملي كنشوفوا التواريخ ديال الاسر اللي تعاقبت على حكم المغرب، طبعا ما غنتكلمش على المرحله ما قبل دخول الاسلام المغرب باعتبار ان الموضوع ديالنا الان ماشي هو الدوله المغربيه والتشكل ديالو بقدر ما علاقتها بالدين ونتمم بالاسلام. وكذلك غادي نلقاو بلي ان الهيمنه ما كانتش الشرعيه الدينيه بل شرعيه التغلب للفقه السلطاني تحدث عليها بزاف، بمعنى ان كتقوم على واحد العصبيه، اللي من بعد في اطار تحالفات كتحكم. اذا استثنينا مثلا الظروف ديال النشاه ديال الموحدين اللي ممكن تحدثوا على نوع من 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 البروز ديال 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 الشرعيه الدينيه اكثر من البروز ديال العصبيه المتغلبه بالسيف، ولكن باقي تشكيلت بما فيها الدولة العلوية الحالية كان المشكل ديال العصبية المتغلبة أكثر من المشروعية الدينية، المشروعية الدينية كانت تأتي لاحقا من أجل التوظيف ومن أجل إضفاء نوع من الشرعية. حتى العلاقات مثلا ما قبل دولة ما قبل الحماية العلاقة بين القبائل والعلاقة بين السلطة المركزية ما كانش خادعة للاستتباع الديني، واخا أن الخطب كانت كيكون فيها الدعاء للملك، ولكن في اطار علاقات اقتصاديه والعلاقه ديال الحمايه والعلاقه ديال 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 المجال ديال السلطه ما يهيمنش على المجال ديال القبائل جغرافيتها المتعدده. الظهور ديال مفهوم اماره المؤمنين بقوه ويمكن كان زعما سابقا ولكن بشكل ثانوي مع الدستور ديال الاول. ما ندخلش حنايا في هاد التفاصيل، ولكن اعتقد ان الحسن الثاني الى غايه المشكل اللي كان وقع له مع المعارضه الاتحاديه ما عمره اتخذ شي قرار هكا بشكل واضح وعطاه تبرير انطلاقا من سلطته كامير المؤمنين. إذا استثنينا الخروج ديال المعارضة الاتحادية ومحاولة الانسحاب من البرلمان في الثمانينات. دونك إذا كانت هذه المؤسسة ديال إمارة المؤمنين ما كنتكلمش على حضورها في النص الدستوري، ولكن حضورها في الواقع السياسي كان حضور رمزي أكثر مما هو حضور اللي كيعطي الشرعية. الشرعية ديال الملكيه كانت هي شرعيه تاريخيه وشرعيه مبنيه على نوع من 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 الهيبه، نوع من الخوف، نوع من التحكم في المجال السياسي والمجال الاقتصادي عن طريق الدوله الامنيه بالدرجه الاولى. انا اللي كيثيرني في هذا الامر هذا هو انه الصف الديمقراطي في مرحله معينه تجاهل في اطار صراعه مع 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 الحركه الاصوليه الى ان هو يعطي المؤسس يدافع على مؤسسه ديال امارات المؤمنين باش يحتكر الملك الشان الديني في محاوله لقطع الطريق امام الاصوليه اللي كانت هي باغيه تحتكر هذه المجال. انا كنعتبر هذا الامر هذا خطير ومنزلق، لان الوثيقه الدستوريه الحاليه اللي كاينه هي اول وثيقه دستوريه اللي غيتمأسس فيها الحق ديال إمارة المؤمنين في علاقة الملك ومؤسسة العلماء وبالمجلس ديالو. فاعتقادي أن القول الديني هو رأي، معنى أن حتى هو كيدخل في المجال ديال الرأي، ملي كنعطيو هذا المجال هذا تحتكرو سلطة معينة، هذا كيؤدي لأن الدولة كتصبح أنها كتحتكر واحد المجال وكتنمطو في اتجاه ديال أن الفرد المغربي ما يمكن يكون إلا مسلم في الدرجه الاولى، هنايا كنضربوا مفهوم ديال حريه المعتقد، وماشي اي مسلم، مسلم مالكي اشعاري في العقيده ديالو ومتصوف من ناحيه السلوك، في حين ان هذه الثلاثيه ديال المالكيه والاشعاريه والتصوف هي
بالنسبه لي انا ما واضحاش، وللاسف اننا كنبقاو نكرروا بزاف المالكيه. واش المغاربه ملي كيمارسوا الشعائر ديالهم كيفكروا واش هذه مالكيه ولا ماشي مالكيه؟ انا كنظن انهم كيمارسوها بنوع من 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 العفويه. وحتى في النص ديال مدونه الاسره في قضيه ملي بغيت تحيد الولايه ديال الاب على 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 المراه الرشيده، ما استندناش للفقه المالكي بقدر ما استندنا للاجتهادات الشافعيه في الانفتاح على 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 مذاهب اخرى، بمعنى ان النص المالكي لم يسعف المؤسسه المالكيه في تخطي قضيه ديال 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 ولايه الاب في الزواج. مساله ديال العقيده الاشعريه انا كنعتقدش ان شي واحد في المغرب الا القله القليله اللي يقدر يتكلم على 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 الصراعات الكلاميه اللي كانت في علم الكلام وكذا. التصوف هنا مساله غريبه، هو ان في الاستعمار كان الخطاب ديال الحركه الوطنيه وحتى الخطاب ديال المؤسسه الملكيه كان كيجرهم التصوف، صراعه مع مجموعه من 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 الزوايا اللي كان عندها وضع اعتباري معين، اما تنقلب الايه الى تحالف مع 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 الزوايا اللي كنا في واحد الوقت كنحملوها المسؤوليه ديال 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 التخلف. هنا كنقول واحد النقطه، ان الوقت اللي الدوله كتبغي تدخل في المجال الديني وكتبغي تحتكره وكتبغي توظفه، من حيث لا تدري كتدخل المجتمع في صراعات اللي هي على المستوى الاستراتيجي ما كتخدمش حتى الدوله نفسها. نعطي نموذج، الوقت اللي بغينا نحاربوا اليسار خرجنا الشبيبه الاسلاميه، فاش خرجنا الشبيبه الاسلاميه ولات المشروعيه الدينيه ديال الدوله كتناقش. الوقت اللي بغينا نحاربوا عبد السلام ياسين خرجنا السلفيه، غتنتج لنا 16 ماي وغتنتج لنا مصائب كثيره. الوقت اللي بغينا ما خدمتش هذه الايه دي خرجنا الان خرجنا البوتشيشيه. انا بالنسبه لي الدعم ديال البوتشيشيه والخروج البوتشيشيه بقوه ممكن يقوي الى العدل الاحسان، ان في نهايه المطاف هي اللي قادره انها تعطي لنا خطاب فيه السياسه وفيه الدين وفيه التصوف. البوتشيشيه ما تقدرش تلعب هذا الدور، معنى انه على المستوى القريب غادي يخدم هذا المشروع. الان كنتكلموا على 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 محاوله الدوله ديال انها تتبع السلفيه مع الحق مع الحق السياسي. انا ما عنديش مشكله مع عدل الحسين ولا مع السلفيه ولا مع هذا الشيء، غير في اطار ان تكون الحياد ديال الدوله والقول الديني يصبح المجال ديال الراي، المجال ديال الراي ديال الجميع في اطار طبعا الحريه ديال معتقد كده. غير باش كان عندك كنظن كان سؤال حول الاحزاب. قبل من الاحزاب عندي تاسيس على ما قلت استاذ، ان التعامل ديال النظام المغربي هو تعامل سياسي اصلا، اي ان الدين هنا ماشي هو كدين عنده بديل وعنده مشروع فكري الى اخره، حيت المشكل الوحيد هو الشرعيه. اذا في الشرعيه لابد ان نعود الى ما حملته الشخصيه ديال النبي، كاين محمد النبي، كاين محمد الحاكم شنسميه رئيس الى اخره، وكاين محمد الثالث اللي هو المخيال الذي صنعه المخيال ديال الاسلام الشعبي وحتى الاسلام في داخل النصوص. فهل الصوره الثالثه للنبي محمد واش ما تيوظفوهاش بعض الناس الذين يبحثون عن شرعيه مخالفه اخرى؟ هي اللي ذكرتي قبل قليل مثلا بالنسبه لعبد الحسن بالنسبه للسلفيين الى اخره. فهذه النقطه قبل ما نمشيو لمساله الاحزاب الاداريه، الاستاذ احمد عصيد كيف ترون هذه اماره المؤمن وهم في بحثنا عن الشرعيه وفي التلاعب بهذا الاسمر الرمزي اللي هو وضعيه الدين في الدوله والعلاقه بين الدين والسياسه؟ هي كانت دائما علاقه متوتره وعلاقه ملتبسه، لم تكن قط في يوم من الايام علاقه سلميه، ولم يتحقق ازدهار حضاري الا بالبعد نوعا ما عن هذه البؤره الملتهبه اللي كتجمع السياسي بالدين. والدليل على ذلك انه بدايه الاسلام كانت مع فتنه كبرى سميت فتنه كبرى، استعمل فيها الدين في الخلافات السياسيه. بمعنى البدايه ديال تاريخ الاسلام كان بدايه بالفتن والقتل اللي هو كان شنيع ويذكره المؤرخون وكيشرحوه بطرق ماساويه. للاسف هذه الوضعيه بقات مستمره وادى الامر الى تكريس الاستبداد
باستعمال الدين في الدولة، ولم يحل المشكل اللي هو مطروح وهو التالي: هل تاريخ البشرية كاين شيء من الماضي نحو المستقبل اللي خصو يكون أفضل؟ بمعنى هل يرقى تاريخ البشر يرقى في مدارج الحضارة نحو ما هو أفضل، أم أنه يعود إلى الوراء يرقى نحو الأفضل؟ لكن عند المسلمين بقت دائما فكرة التاريخ هي أنه الازدهار موجود وراء ظهورنا، وخصنا نعود ننتجو ذاك الشيء اللي كان باش نكونوا أحسن. بمعنى الأمم الوحيدة الآن في الحضارة الحالية التي لم تفهم عنوان الحضارة الحالية هم المسلمون. ما فهموش بأن عنوان القوة والحضارة هو العلم والتكنولوجيا، وما فهموش بأن عنوان القوة والحضارة الحالية هو حقوق الإنسان والمساواة والعدل والمزيد من الحريات. باقين كيفهمون أن الحضارة خصها تمشي نحو ما كان موجودا ونعود ننتجوه. الدولة المغربية كتستغل هذا الشيء كله، هذاك التاريخ كله ديال التوتر والصراع بين الديني والسياسي، واللي كان أيضا في الغرب، ولكن الغربيين حسموا. الغربيين قالوا واحد الوقت وقفوا قالوا علاش كنقتلوا بعضياتنا، دوك لي كارناج اللي تعملوا بين لي بروتستانت ولي كاثوليك، المآسي اللي دارتها الكنيسه في الاعتداء لا على العلماء ولا على المجتمع ولا على الفكر الحر ولا على المبدعين الى اخره. الغربيين داروا وقفه وقالوا خاصنا نحسموا. لونيفرسيتي، ظهور الجامعه، الانفجارات المعرفيه اللي دارتها الثورات العلميه، الاكتشافات الكبرى، بروز الطبقه الوسطى، واحد العدد العوامل ادت ان الاوروبيين يوقفوا ويقولوا خصنا نحسموا. شنو هو العنصر اللي كيجعلنا نتقاتلوا؟ هو استعمال الدين في السياسه. الا يعني من البدايه، ماشي غير عثمان بن عفان لما المسلمون داروا عليه ثوره وقالوا له راه ما بقيناش بغيناك خصك تزول، قال لهم والله لن اخلع قميصا البسني الله، بمعنى اصبحت الشرعيه جايه من اعلى ولم تعد اتيه من اسفل، لم تعد اتيه عن تعاقد. ولهذا تكرست الدوله الدينيه في مقابل الدوله المدنيه اللي للاسف ما عرفوهاش المسلمون وما زالت عندهم مطلب الى الان. فلهذا السبب الملكيه في المغرب بما انها كانت اصلا استبداديه، مما ادى قبل مجيء الاستعمار الى انقسام البلد الى ما سمي بلاد المخزن وبلاد السيبا. بلاد السيبا المقصود به البلاد السائبه، والسائبه في المعجم العربي هو الحره، اي البلاد المتحرره من ظلم المخزن وضرائبه، ماشي بلاد السيبا بمعنى الفوضى كيف كان المخزن يؤول ذلك. هذه الثنائيه، هذه بلاد السيبا بلاد المخزن قبل ما تجي فرنسا، كانت كتعكس مشكله ومعضله الدين في الدوله عند المخزن. علاش؟ لان ملي كنمشيو للمناطق ديال بلاد السيبا كنلقاو ان لي كومينوتي دايرين واحد لا ديموكراسي لوكال، دايرين واحد الديمقراطيه محليه اللي ما كانش كيتستعمل فيها الدين في تدبير الشان العام ديال الجماعه المحليه. كان الدين يستعمل داخل المسجد في الامور الاخرويه وفي الامور الروحيه، والمجلس اللي كان كيسير القبيله او التحالف ديال القبائل كان مجلس جماعي انفلاس، وكان امغار في عدد من المناطق كيتجدد كل عام باش ما يكونش استبدال. ولكن عمر الفقيه ما كان كيتدخل في شان تدبير الامور اللي كانت كونتوغال. استاذ هذه التجربه لا بلاتي غادي نقول هنا غادي نجيك الجوهر السؤال ديالي. ففي الوقت اللي كان هذا الشيء في المناطق ديال السيبا، في بلاد المخزن كان استعمال الشريعه واستعمال المحاكم الشرعيه في تكريس كل انواع الظلم ضد المواطن. بمعنى اذا المخزن عنده تجربه طويله في استعمال الدين من اجل تكريس الاستبداد. اشنو وقع في عهد الحمايه؟ المدفعيه الفرنسيه خضعت جميع المناطق ديال المغرب اللي ردتها بلاد المخزن. في الوقت اللي كانت هناك بلاد السيبا بلاد المخزن قبل 1912، من بعد 56 رجع المغرب كله بلاد المخزن. واش وقع؟ واش وقعت واحد لا ديشيغور، وقع واحد التمزق في الشخصيه المغربيه. لان الدوله الناشئه عزلت الشعب عن ثقافته الاصليه، ولات دارت واحد التعليم، ودارت واحد الاعلام اللي كيعمم ثقافة المخزن والقيم ديالو على كل المناطق في المغرب بإطار تعليم نظامي. شنو كنقريو للناس في المدارس منذ 56؟ كنقريو لهم ثقافة ديال العبودية، كنقريو لهم ثقافة ديال اللامساواة، كنقريو لهم ثقافة ديال اللا تسامح.
وباستعمال الدين دائما في المدرسه. هذا الشيء كله كان من اجل خدمه مشروع سياسي اللي هو مشروع كيكرس الرعيه في مقابل السلطان او في مقابل النظام ديال المخزن، ويكرس عقليه الطاعه وعقليه الولاء. هنا وقع واحد المشكل في الشرعيه. الشرعيه ديال السلطه، يعتقد السلطه بان باش تخلق الشرعيه ديالها خصها تستعمل الدين. عندما استعملت الدين لقت ان الايديولوجيه المهيمنه في المجتمع ايديولوجيه جديده لا تعترف بالشرعيه الدينيه، وهي الماركسيه والاشتراكيه واليسار ذاك الوقت في الستينات. اليسار سواء الراديكالي او الاصلاحي كان كيطالب بامور لم تكن تنسجم مع رؤيه السلطه في استعمال الدين في تكريس الشرعيه. اشنو عملت السلطه؟ عوض ما تنازل وتعمل دمقرطه تدريجيه من اجل الاستجابه للمطلب الديمقراطي اللي كان كيقول لا للحكم الفردي منذ 56 حتى 62 63 65 كل انتفاضه اللي وقعت سواء في الشمال او في الوسط او في الجنوب. عوض ما يتم هذا، قام الملك الحسن الثاني باعاده صنع المجتمع على مقاس السلطه. فشنو تقرر خاصه بعد الانقلابين العسكريين؟ استعمال الدين بكثافة أكبر من أجل تغيير العقليات لصالح طبيعة السلطة، وليس تغيير السلطة لكي تستجيب لمطالب. الأستاذ محمد شفيق كان كاتب الدولة في التربية الوطنية، فطلب منه الحسن الثاني تقرير حول التعليم في المغرب في هذه المرحلة. عمل له تقرير حول مشاكل التعليم، فطلب الحسن الثاني فقرة حول المدارس القرآنية والتعليم العتيق السلفي الديني. عمل لي محمد شفيق الفقرة، وشو دار فيها؟ دار فيها أن ما يهدد الشخصية المغربية وما يشكل خطرا على العقل المغربي هو هذه الثقافة ديال المدارس القرآنية وديال التعليم السلفي العتيق. علاش؟ لأن تكرس انعدام الشخصية وتكرس التبعية والتقليد وكتقتل الحس النقدي. ثلاث شهور من بعد تقرير محمد شفيق كيقرر الحسن الثاني تعميم المدارس القرآنية. إذا ما معنى هذا؟ معناه أنه هذا كان قرار مقصود من طرف السلطة، وهو عوض ما الدولة تستجب لحاجة المجتمع في الديمقراطية والحرية والمساواة والعدل، قامت بإعادة تشكيل الوعي المغربي حسب أهداف السلطة. من بعد 25 سنة ماذا وقع؟ انتشرت المدارس القرآنية السلفية، انتشر التطرف الديني. لما مات الحسن الثاني وجا الطموح ديال المغاربه للديمقراطيه، اشنو ولا كيواجهو؟ ما بقاتش السلطه هي اللي كتواجهو، اصبح المجتمع هو اللي كيواجه الطموح الديمقراطي ويقول لك لا سيدي نحن نتشبث بتقاليدنا العريقه. وهكذا نجحت السلطه، نجحت السلطه المخزنيه في المغرب باش تخلق في المجتمع ذهنيه ممانعه ضد الوعي الديمقراطي. والان احنا كنعانيو من هذا المشكل، والنقاش اللي غادي نزيدو نخوضوه ونوضحوا فيه كيفاش ممكن نخرجوا من هذه الورطه اللي وضعنا فيها الاستبداد باستعمال شرعيه ليست في الواقع شرعيه حقيقيه وهي باستعمال الدين. اليوم ما بقاش لا الدين ولا التاريخ كيعطيو شرعيه للسلطه. اللي كيعطي الشرعيه للسلطه اليوم هو الديمقراطيه، هو العدل، هو الحرية، هو المساواة. راه حتى التاريخ ديالنا مزور باش يستجب في لافيرسيون اوفيسيال باش يستجب لحاجات السلطة. خاص إعادة قراءة التاريخ، وخاص إعادة النظر في أن الشرعية ديال الدولة هي شرعية دينية. لا ينبغي أن تكون شرعية دينية، بل ينبغي أن تكون شرعية ديمقراطية. إذا في إطار المشروع المخزني في إعادة تشكيل البنية الذهنية للمغاربة بما يلائم الشرعيه اللي زعما المخزن، كان ضروري ان يتجدد الهياكل، اي الزاويه ما بقاش خدامه الى اخره. اذا غنحولوا هذه الزاويه غتولي حزب اداري. استاذ يوسف بلال، كيف يمكن الاحزاب الاداريه ان اخذت موقف اذا كان عندها موقف فعلا، او انه املي على الموقف باش تخرج من المساله الدينيه لمحاوله اعاده اسلامه هذا المجتمع، وعلى الاقل كما قال الاستاذ عاصم ان يولي المجتمع يقبل باخلاق ديال العبوديه وديال الشرك والمولي. كنظن اولا خصنا نفهموا ونعرفوا على شنو كنتكلموا من ناحيه المفاهيم. كنظن ان الصعب اننا نتكلموا بشكل مطلق على ما يسمى بالدين.
الدين يمكن ان يكون مرجع ومرجعية لممارسات وقيم متعددة. فمن الصعب ان ننطلق من مفهوم الدين او من هذا المصطلح ونقول ان هذا المصطلح او هذا المفهوم للدين وهذا الفهم للدين سوف يعطي هذه النتائج من ناحية ممارسات معينة. كذلك نتكلم كثيرا عن دور الدين او الفصل ما بين الدين والسلطة والدين والسياسة في الغرب، وأعتقد أن هذه المقاربة خاطئة، لأن إذا لاحظنا تطور الرأسمالية أو الديمقراطية أو ما يسمى بالحداثة في أوروبا، في الواقع نجد تنوع في التجارب. فالتجربة الفرنسية هي تجربة خاصة بفرنسا، هناك تجارب أخرى ومقاربات في علم الاجتماع، مثلا مقاربة ماكس فيبر في علم الاجتماع الألماني، تبين بأن الرأسمالية تطورت في أوروبا انطلاقا من قيم دينية. إذا أخذت دراسة توكفيل بالولايات المتحدة الأمريكية وأخذت الباب الذي يخصصه حول دور الدين في المجتمع الأمريكي وفي بناء الديمقراطية في أمريكا، سوف تجد أن في القرن 19 وحتى اليوم أن الدين والقيم الدينية والممارسة الدينية والشعائر الدينية تلعب دور جوهري في بناء الديمقراطية الأمريكية. فأظن أنه مقاربة حول علاقة الدين بالمجتمع الحالي يجب أن تكون أن تنطلق من هذه المقاربة التاريخية حول ما يقع أو ما وقع في الغرب، وهناك تنوع في التجارب. النقطة الثانية اللي هي مرتبطة بما يسمى ب دور الدين في التاريخ الإسلامي، كنظن بأن الدور ديال الفقه ومنظومة الشريعة ودور العلماء والفقهاء في علاقتهم مع المجتمع من جهة وفي علاقتهم مع السلطة السياسية من جهة أخرى، أن الشريعة كانت تلعب دور في ما قبل الاستعمار حماية المجتمع وحماية الجماعات من استبداد السلطة السياسية. لماذا؟ ممكن نعطي جوج ديال الأمثلة. المثل الأول هو فيما يخص نظام الأوقاف والأحبس. نظام الأوقاف كان كيعطي العلماء والفقهاء واحد الاستقلال مالي، وليس فقط العلماء والفقهاء بل كذلك كان يسمح نوع من استقلال ذاتي للجماعات على المستوى المحلي، وكانت هذه الموارد مستقلة عن السلطة السياسية، يعني السلطة السياسية لم تكن لها الحق في استعمال هذه الموارد التي كانت تخصص للفقهاء أو للعلوم الشرعية أو للجماعة. المثل الثاني هو تحديد الأحكام الشرعية في الفقه لم يكن أبداً بين أيدي السلطة السياسية. الفقهاء والعلماء هم من كان لهم الحق والشرعية والكفاءة لتحديد الأحكام الشرعية أو ما يقترب الآن من القانون. القطعة من جات
جات من الاستعمار. اذا اخذت المغرب وطلعت على وثيقه المعاهده في مارس 2012 سوف تجد بان من القرارات الاولى اللي غتاخذها الحمايه غادي تجعل من الظهير اللي كان هو يعني القرار ديال السلطان ان الظهير سوف تكون له انطلاقا من المعاهده الحمايه 2012 سلطه تشريعيه، في حين ان الظهير لم تكن له ابدا في الماضي ما يقترب من السلطه الشرعيه، يعني تحديد الاحكام الشرعيه التي كانت احتكار العلماء والفقهاء. الظهير كانت عنده فقط قرار اداري. اول قرار ديال الحمايه انها سوف تعطي للسلطان هذه القدره في التشريع، يعني التوازن والسلطه المضاده التي كانت في المجتمع المغربي والمجتمع الاسلامي قبل الاستعمار. جاء الاستعمار ووضع حد لهذا التوازن وخلق الاستبداد العصري اللي هو الاستبداد الذي كان في العهد في الاستعمار وما بعد الاستعمار. باش نفهموا القطع علاش، لان هذا الاستبداد هو المزيج بين الشرعيه ما يسمى بالشرعيه التقليديه او الدينيه او من هذا النوع والسلطه الدوله العصريه الحديثه. فالسلطه التي كانت بين ايدي الملكيه في الاستعمار وما بعد الاستعمار لم تكن لها ابدا هذه السلطه بحجم هذه السلطه، لانها سلطه الدوله العصريه الحديثه هي انها قادره ان تتحكم في المجتمع بكامله في التراب المعين. اذا كان مثلا ما قلتموه بان بالاستعمار بدات جراثيم ديال الاستبداد، اي ان قبل 1912 يعني قبل 19 18 17 ما كانش الاستبداد مثلا او كانت الشريعه تحمي المجتمع. كانت تحمي، لان هذا هو، لان الاستبداد بالمعنى العصري هو الاستبداد المرتبط بالدوله الحديثه. قبل الدوله الحديثه ما كانش كاين، ماشي يعني يجب ان نفهم وان نعي بان سلطه الحداثه وسلطه الدوله الحديثه التي هي مرتبطه بالتكنولوجيا بقدره نمو او يعني جهاز اداري من جيش عصري من حتى يعني من اداره ومن من شرطة ومن المدرسة، يعني كل ما يكون الدولة الحديثة كانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية، هذاك نقاش آخر. كيعطي للدولة أو السلطة السياسية سلطة لم تكن لها أبدا، يعني لم تكن بين أيديها في الماضي ما قبل الاستعمار أو ما قبل الحداثة في أوروبا. هذا خصنا غير هذا الحاله نعم. الحداثه نعم. اي توصيف يمكن ان نصف به هذه النظم هذه؟ واش هي دول ما راح يحيدوا الاستبداد؟ حيدوا كلمه الاستبداد فلا هو الصفر، نعطيوها سيما. الاشكال ماشي الاشكال انا كيهمني هو انه ما قبل الاستعمار كان توازن وكانت صورات مضاده، و كانت هذه منظومه الشريعه او منظومه الفقه كانت تحمي المجتمع والجماعات من السلطه السياسيه. هذه هي الفكره الاساسيه التي ادافع عنها. لا هي هناك حجج، هناك حجج تاريخيه حول الدور. دابا غير باش نفهموا علاش باش نفهموا، لان الا بدينا انطلقنا من هذا الجانب هذا ولا انطلقنا كذلك بان كان في حق العلماء والفقهاء ان يختاروا انطلاقا من ال لانهم كانوا يشكلون ال الحل والعقد، يختاروا في اطار شرعيه معينه السلطان. هنا كنفهموا بان المشكل ليس بحد ذاته في الدين وانما في الحداثه واشكال الحداثه
وهذا المزيج بين الدين كحضارة إسلامية كمرجعية إسلامية شاملة و علاقتها بالدولة الحديثة. هذا هو الإشكال الجوهري بغض النظر على الأشكال المغرب. دابا فيما يخص إمارات الأمومية يعني إذن باش نفهموا لأن إذا كانت عندنا هذا المنطلق باش نتفاهموا على شنو كنتكلموا المفاهيم اللي كنتكلموا عليها ومقاربتنا التاريخية غادي نفهموا شنو هو الإشكال. الإشكال في إمارات المؤمنين هو أنه المفارقة هو أنه تاريخيا إمارات المؤمنين تدل على ما يقترب من السلطة الدنيوية أكثر من السلطة الدينية. علاش؟ لأن قلنا بأن في معقب الاستعمار كانت الشريعة وتحديد الأحكام الشرعية أو ما يسمى نسميه اليوم السلطة الدينية بين أيدي الفقهاء والعلماء وما يتحدث الأحكام ماشي السلطة. إذن السلطان إمارة المؤمنين كانت يعني ما بين من جهة السلطان والسلطة السياسية المحضة والخلافة والخلافة طبعاً هي اللي كانت تعطيها نوع من الشرعية التي تجعل منها يعني تقترب من النموذج أو الاقتداء بالنبوة والصحابة. هذا هو يعني الرجوع للخلافة. أما إمارة المؤمنين بحد ذاتها في الواقع كانت فقط سلطة سياسية محضة سلطة إدارية وسلطة يعني مرتبطة بحماية الملة والدين وحماية الأملاك والممتلكات إلى آخره. والمفارقة اليوم هو أنه أصبحت بعد في الاستعمار لأن في المعاهدة ديال الاستعمار جاء بواحد نوع من المفاهيم معينة للدين وما كيف يعتبر كان يعتبر الملكية في المغرب. فاليوم وفي الواقع هذا الفهم هذا لإمارة المؤمنين بدأ في الحماية وما بعد الاستعمار هو أصبح لمفهوم إمارة المؤمنين أو لقب إمارة المؤمنين يكتسي معنى ديني محض. فهناك هناك تطور حتى في الطريقة التي نفهم بها هذا المفهوم ديال إمارات المؤمنين. إذن اليوم فيما يخص هذا الإمارة المؤمنين يمكن أن يكون يعني تغيير ديمقراطي وتحول على مستوى السلطة السياسية في اتجاه الديمقراطية أو في اتجاه إعادة تصميم توازن ما بين السلطات في النظام السياسي بغض النظر عن الإشكاليات الإمارة. يعني اليوم مش إمارة المؤمنين كتشكل مشكلة وإنما نوعية ديال السلطة السياسية في إطار الدولة الحديثة غير إطار قبل المفاهيم. بالنسبة للحداثة يبدو أن لا أحد يقول بأن الحداثة هي شيء من نعيم أو جنة بل هي فكر مبدع والعقل الإنساني كي يمنح هذه الإمكانية أن تدير السلطة ديال الممانعة. أعتقد بأن في ما يسمى المنطقة التي نعيش فيها اللي هي شمال إفريقيا لا أعتقد بأن كانت إمكانية لسلطة ممانعة أو مضادة قبل القرن 19. أي اليوم يمكن في هذا الوقت هذا نحن كنديروا سلطة ممانعة وتناقشوا إلى آخره في حين أن قبل كان صعب جدا. أعتقد أن داخل الرعية المغربي آنذاك داخل ديالو غير هو بوحدو لا شعوريا يعني كان صعب جدا أن ينتقد الشيخ ديالو. نخليو الأستاذ حسن السعيد بالنسبة لمؤسسة إمارة المؤمنين عندكم تجربة بهذ الأمور هذه وتعرفوا كيف خلقت الأحزاب الإدارية ضد الدين كما قال الأستاذ عاصم ضد الحركات اللي تقدمية في البداية ديال أو عفوا في الستينات في السبعينات من قبل الموت. هو في الحقيقة قبل ما نتكلم على إمارة المؤمنين ونتكلم كذلك على الدور اللي لعبته الأحزاب الإدارية خصوص على اختار الدين والسياسة والدولة. أولاً مدام الزميل اللي سبقني في الكلام تكلم على ضرورة تحديد المفاهيم
وفي الحقيقة احنا في هذه الجلسة هذه نحتاج الى تدقيق المفاهيم حتى لا يكون هناك سوء تفاهم، وبالتالي يسهل التواصل فيما بيننا. اولا عندما نتكلم عن علاقة الدين بالسياسة او السياسة والدين والدولة، فنحن نتكلم عن فكر سياسي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأنه لما نعتبر أي دولة كيفما كان نوعها في المشرق أو في الغرب أو في شمال إفريقيا، فهي دولة تمتلك السلطة وتمتلك أدوات السلطة من مؤسسات، من جيش، من بوليس إلى آخره. هذه السلطة هذه في تاريخ ديال الشعوب وفي تاريخ ديال جميع البلدان اللي حدود الآن، انها كانت تبحث على انها تعطي واحد الشرعيه لهذيك السلطه. احنا في تاريخ الفكر السياسي ان الشرعيه عندها مستويين، كاينه الشرعيه اللي كتكون عندها طابع سلمي، اي من خلال تدبير شؤون البلد وتدبير شؤون الناس من خلال مؤسسات سياسيه وغيرها، وكاين الشرعيه اللي مبنيه على الاكراه، اي انه في الوقت اللي كتكون واحد الجموع كترفض واحد السياسه ديال واحد الدوله، هنايا كتدخل الدوله بالادوات ديالها القمعيه باش توضع حد لهذاك التمرد او هذاك الثوره او هذيك الانتفاضه ديال هذاك السكان او الشعب او طبقه او فئه الى غير ذلك. اذا ملي كنتكلموا على الدوله كنتكلموا على الشرعيه ملي كتستمدها، وفي هذا الاطار ملي كان وربما الزملاء راه كيشاطروني هذا الراي، انه في التاريخ ديال البشريه يمكن اختزالا باش ما ندخلوش في واحد التفاصيل اللي هي عقيمه، انه التاريخ ديال الدول عرف لحظتين متميزتين. كاينه اللحظه الاولى السياسيه اللي عرفتها الشعوب في الوقت اللي كان النص الديني هو الاداه الاساسيه ديال الشرعيه ديال اي دوله. خدينا مثلا الشعوب ديال الغرب، فرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا الى اخره، كانت الكنيسه كانت عندها واحد السلطه قويه الى جانب الدوله، ان ما يمكنش تنهض شي دوله، دوله روما ولا دوله ديال الفاتيكان ولا دوله، ما يمكنش تنهض شي دوله بدون انها تكون عندها واحد الشرعيه اللي هي الكنيسه. كذلك في المشرق وفي شمال افريقيا ما نتكلموش على العهود البائده قبل دخول الاسلام، ولكن نهضروا الى حدود دخول الاسلام للمنطقه ديال شمال افريقيا الى حدود الان، ان اللي حكم هذه الدول ان اولا كتستند لواحد العصبيه دينيه. يمكن نتكلموا مثلا المذاهب الدينيه اللي سادت في العصور الوسطى، المذهب المالكي والشافعي وغير الاشعري وغيره، وبالتالي كانت اي دوله هذه العصور هذه كتبغي تفرض واحد الشرعيه كتستند لواحد النص ديني ولا واحد التأويل ديني معين. فهذا الاطار هذا كان الاستبداد كان واضح، بمعنى ان الذي يمتلك السلطه يمتلك في ذات الوقت الثروه، عكس واحد اللحظه اللي غنتكلموا عليها من بعد. هذه اللحظه هذه كان الدين والسياسة والدولة واحد العلاقة متشابكة لا فكرة كاملة، ما يمكنش أي حاكم. وهنا مثلا غادي نناقش الفكرة اللي طرحوها الزملاء، وهو أنه في الوقت اللي مثلا كانت في المغرب منطقة ديال السيبا ومنطقة ديال المخزن، ما كانتش هي خارجة على هذا الإطار، هي كان كيحكمها نص ديني، كتحكمها اعراف، كتحكمها واحد العدد ديال التقاليد اللي دي دائما مرتبطه بواحد المرجعيه دينيه، بما فيها المناطق التي سميت بان مناطق امازيغيه، كان كيحكمها واحد تصور ديني. ما عندناش دراسات معمقه في الشان، ولكن بغيت نقول بان اللحظه السياسيه قبل العصور الحديثه اللي كانت العلاقه ديال الدين والسياسه والدوله علاقه متشابكه ومترابطه ولا يمكن انفكاك منها، حتى ان المعارضين للدوله لا يمكن لهم ان يحدثوا دوله جديده الا على اساس شرعيات دينيه مغايره.
اما في التاويل ولا كذا، وعندنا التجارب في هذا الشيء. غير استاذ هذه المرحله المعاصره، واش يمكن القراءه ديالك نقراو بها حاله المغرب مثلا في المغرب؟ الى تكلمنا مثلا على ان اصول ديال الدوله المغربيه، اصول ديال الدوله المغربيه، وانا اشاطر راي الاستاذ عاصم بان التاريخ ديال المغرب هو تاريخ يعني مشوه. الدوله المغربيه الاصول ديالها والاسس ديال البناء ديالها ماشي قديم حديث. الدولة التي نتكلم عليها الآن هي دولة من إنتاج الاستعمار، بدليل أن المغرب لم يكن يتوفر على أي قانون وضعي، القانون الجنائي ولا القانون المدني ولا حتى جا الاستعمار، كانت عنده الشريعة هي اللي كتحكم جميع مناحي ديال الحياة، ملي دخل الاستعمار عاد ولات القوانين الوضعية. الاستعمار بطبيعته أنه أصبح ما بقاش كيدافع على الفكر الليبرالي والفكر الرأسمالي اللي كان مثلا في واحد التعاقد بين الناس، وكاين واحد السلطه معينه اللي كيحتكموا لها والسياده الشعبيه، وكاين برلمان وكذا. في المغرب ان الامبرياليه وصلت لواحد المرحله اللي هي خصها تستغل الشعب وتستغل الثروات ديالو بقوه الحديد والنار، ما محتاجاش ان هذا النظام يكون ديمقراطي، ما محتاجاش انه نقل ليه، هي نقلت ليه التكنولوجيا ونقلت ليه باش تستغلو اقتصاديا، ولكن بغاتو يبقى متخلف سياسيا وثقافيا واجتماعيا وحتى تكنولوجيا او علميا، بغاتو يبقى في هذا الوضع. ولهذا السبب ان الاسس ديال بناء الدوله كانت اسس كولونياليه. الحدود الان ملي مثلا جاء ما يسمى بالاستقلال الشكلي، الحركه كان واحد الصراع ما بين الحركه الوطنيه وما بين القصر، والصراع اللي كان حول كيفاش المغرب بغينا يكون، كان الطرف الرجعي اللي هو المؤسسه الملكيه في مقدمتها، وكان الامبرياليه الفرنسيه، وكانوا الخبراء والمستشارين ديالها من جهه، وكانت واحد جزء من البرجوازيه المتوسطه مدعومه ببعض النخب عصريه وتقليديه مختلطه، كانت كتهدف انه نظرا للتضحيه ديال الشعب المغربي خص المغرب يوصل لواحد الدرجه ديال يكون عنده واحد السياده على الثروات ديالو، السياده على الاستقلال ديالو، وفي نفس الوقت يبني واحد الدوله في مدارج ديال الحضاره كيف كاينه في اوروبا وكاينه في امريكا. هذا هو. ملي جا الحسن الثاني كانت استكمال بناء الدوله بالمنظور الكولونيالي، كانت فيه واحد، كانت الحركه الوطنيه من واحد الجانب كانت كتعرقل هذا البناء هذا من واحد الجانب، ولو انها على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى يعني التصور العام ما كانش عندها المشروع الكافي باش تبني واحد الدوله ديمقراطيه وتكون نقيض ديال الملكيه. وهنا جزء كبير من الحركه الوطنيه غير عن دور اساسي في مساعده الدوله وعلى راسها المؤسسه الملكيه في تجاوز هذه العراقيل ديال استكمال البناء الكولونيالي ديال الدوله المغربيه. في الانقلاب اللي وقع في 58 على حكومه عبد الله ابراهيم، ديك الساعه الحسن الثاني كان مازال ولي العهد، ودار المخطط الخماسي من 60 حتى 64. اول قرار خدا جوج قرارات اساسيه. اولا القرار الاول هو انه كيفاش ممكن ديك البنيه التحتيه اللي صنعها الاستعمار واللي فيها سقي ديال 600,000 هكتار، كيفاش يقوم بعمليه ديال توسيع القاعده الاجتماعيه اللي غتستافد من هاد الاراضي. وهنايا اول قرار خدا الحسن الثاني هو تاسيس البنك القرض الفلاحي باش يستثمر فهاد، بمعنى ان البرجوازيه اللي كنسميوها دابا الطوفيليه الاصول ديال التشكل ديالها هي الدوله الكولونياليه. ثانيا القرار الثاني باش نشوف في النقطه اللي كتكلم عليها، القرار الثاني هو انه تم الاعلان على كان في البدايه كيشتغل مجلس استشاري حقوقي، كان فيه ديك الساعه المدينه بركه، كان فيه علان الفاتي، كان هذا، كانت هذه المؤسسه الاولى اللي خلق النظام اللي كان كيدبر بها الخلافات اللي كانت ما بين الحركه الوطنيه وما بين القطر. من بعد الخبراء الفرنسيين وحاول الحسن الثاني بانه ما يمكنش ليه يبقى غادي في هذا الوضع، خاص يبني الدوله بمعنى كيف قلت الكولونيالي، وباش يبنيها خاصو ياخذ الحكم ديال فرنسا، انه خاصو يوضع واحد الدستور جديد. واول وثيقه اللي غادي تصدر ديال الدستور اللي غادي يصوت علينا اللي هو كنسميوه حنا الدستور الممنوح، هو اللي كان في سنه 1962. هاد الفكره ديال اماره المؤمنين لم تكن نهائيا في المشروع المسوده الاولى. ما الذي اوحى للحسن الثاني بان تكون
ضمن الدستور علان فاتي وعبد الكريم خاطر. علاش؟ لانهم هما كانوا كيبان لهم الحركه الوطنيه واساسا في القسم ديالها اللي هو واحد الاستقلال والحركة الشعبية آنذاك اللي كان فيها عبد الكريم الخطيب اللي كان فيها حضر كان كيبان لهم بأن الضمانة ديال استمرار الدولة بالمعنى ديال الكولونيالي هو خصها تكون فيها إمارة المؤمنين، بمعنى أن هذا الشعب المغربي باش ما يمكنش يقدر يوصل لما يسمى بالسيادة ويوصل لمسألة ديال تقرير المصير ديالو بنفسه ويقدر مثلا يقيل هذا أو ذاك أو يتمرد على هذا أو ذاك، خاص تكون إمارة المؤمنين باش الظروف ديال الأزمة السياسية ملي تكون مثلا يكون التداول على السلطه كينوض الملك تيقول لهم اودي حبسوا المرقه ما كاينش وزيدون الملك واحد القرارات متنوعه ومتعدده منذ الستينات حتى الان جزء كبير كان كيحكمها يعني اماره المؤمنين، بمعنى انه من خلال اماره المؤمنين كيجعل الشعب انه وصي عليه كيجعلوا بانه ما يمكنش ليه يتحكم في المصير ديالو وكيجعلنا في نفس الوقت مرتبطين عضويا بالراس المال الاجنبي وعلى الخصوص راس المال الفرنسي.